لكن الظاهر انه اكفت سر في وزارة الكهرباء مو خالي. زين. مرة سألت احد الوكلاء بالوزارة قلت له متى تنتهي أزمة الكهرباء؟ قال عندما ترفع الأحزاب يدها عن وزارة الكهرباء. شنو معناتها؟ معناتها الجماعة مسيطرين عليها. ايه الجماعة كقوة سياسية يدخلون بالانتخابات يدخلونهم إلى البرلمان، ومن البرلمان يطلعون وزارتهم. زين. يأخذون السفراء ويأخذون رؤساء الهيئات المستقلة ويأخذون المحافظين ويأخذون كل المناصب مالت الدولة. فأنت إذا وزيرك اللي خاله ينتمي إليك أنت تحاسبه؟ الجواب لا. منظومة العمل في الدولة العراقية خاطئة خاطئة خاطئة.